افهم من كده ان البت هي اللي خبطت العربيه؟ يعني انا لا مؤاخذه اللي ادفع التعويض؟ يا استاذ انا ما اقصدش، الحادثه حصلت قضاء وقدر، ومع ذلك انا متكفل باي حاجه. دي بنت يا سعاده البيت فلزت كبدي، معرفش البنت دي لو جرى لها حاجه انا هتجنن هتجنن، مش عارف هعمل ايه. اهدى بس يا استاذ، وان شاء الله هتكون سليمه. طب تخيل يا سعاده البيت، تخيل كده ان البنت دي بنتك انت، كنت هتعمل ايه يا سعاده البيت؟ كنت هتعمل ايه؟ معلش بقى يا سعاده البيت، ما تزعلش مني، بعد اذن حضرتك انا هنزل اعمل محضر عشان اضمن حق البنت. اعمل اللي انت عايزه، بس المهم ان احنا نطمن على البنت الاول، وبعد كده اي حاجه انا مستعد لها. ابي انا لو كانت ظروفي مظبوطه انا كنت صرفت عليها من جنيه مليون، بس انا ما عنديش يا سعاده البيه، انا يوم فرح وعشرة لا.